عليكم بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو ديال اليوم، فيديو جديد اللي غادي نديروا فيه ان شاء الله واحد الحلوه ديال لاكريم، او حلوه بالشوكولا اللي فيها هاد المقادير اللي قدامنا. اول حاجه يعني ديجا درت لا باز ولا لا جينواز اللي غادي نحط لكم المقادير ديالها في صندوق الوصف، وغندوزو نشوفو المقادير الثانيه اللي عندنا فيها السترو ديال كريم فريش اولا ما يعادل جوج ديال العلب ديال الكريمه. عندنا واحد 100 غرام ديال الفويتينغ، 100 غرام ديال البراليني، عندنا 75 غرام تاع السكر، 3 المعالق ديال الماء، 3 ديال الصفر البيض، و 300 غرام تاع الشكلاط. غندوزو نشوفو المرحله الثانيه، خليكم معايا. هنا غنسقيو الجينواز بشويه ديال القهوه. ليش السكر؟ هنا في المرحله الثانيه غنخلط هذيك 100 غرام ديال البخاليني مع 100 غرام ديال الفويتينغ اللي غنديروا الطبقه الثانيه من فوق الجينواز. نخلطو بحال هكا، نخلط كل شيء مزيان ونديرو كطبقة تانية فوق الجينواز. هنا الجينواز بعد ما سقيناها غادي نوزع هذاك الخليط البخاليني مع الفويتين كطبقة تانية فوق الجينواز. كنوزعو ديك الطبقة التانية، هنا راه لبسنا واحد ميكا باش صعيب باش تبقى يتصوب بالمعلقه. هنا كنوجدو واحد السيرو ديال ديك 75 غرام تاع السنيده مع معلقه الماء، غنوجدوه ونخليوه يبرد. غندوزو دابا نصوبو الكريم فريش ولا نطلعوها. هي ديجا درتها في الثلاجه بردات هي وهذوك اليدين تاع الباتور، غنطلعها ونرجع نطلعها. الكريمه بعد ما كنطلعوها شي بزاف صافي، قياس هكايا، وكنخليوها تاخد درجه ديال الحراره ديال المطبخ، وغندوزو نشوفو نطربو البيض عاوتاني مع السيرو. هنا غندوزو نطربو الصفر ديال البيض مع داك السيرو اللي وجدنا. طلعنا هذيك الكريمه ديال 3 ديال الصفر البيض مع داك السيرو اللي صوبنا، غنزيد عليها الشكلاط ديك 300 غرام ديال الشكلاط اللي ذوبنا وخلينا خدات حراره ديال المطبخ، وغنطلعهم شويه للباتور. بعد ما خلطت هذيك لاموس مع الدفعه الاولى نتاع الكريم اللي كنا طلعنا، غنبقى بشويه بشويه تنزيد ونخلط غير بشويه باش ما كطيحش، باش ما كنخرجوش الهواء من هذيك الكريمه، غير بشويه. نبقاو هكايا على 3 ديال الدفعات، نديرو الاولى غير بشويه نخلطوها ونرجعو عاوتاني نخلطو الثانيه، وهكا الثالثه تنكملو. هذا هو الشكل ديال لاموس بعد ما كملناها، كتجي بحال هكا عاقده وملسه. غندوزو نمونطيوها في هذيك فوق من الحلوه ديالنا. غنديروها فوق من ديك الطبقه الثانيه ديال الفويتينغ والبخاليني. انا ما دخلتها للثلاجه لا والو، خليتها غير في الكوزينه تا طلعت هذيك الكريمات بجوج. هنا بعد ما كملنا ديك الطبقه الثانيه ديال لاموس وزعناها مزيان على الطبقه كامله ديال الطبقه الثانيه ديال الفويتينغ والبخاليني، صافي غندخلها للفريكو اقل حاجه واحد 6 حتى 7 ديال السوايع. يعني من الاحسن الا تصوبت بالليل وباتت في الثلاجه كان احسن، ما كانش عندك الوقت صافي ندخلوها الثلاجه بحال هكايا ونتسناو عليها تبرد ونرجعو نطلعها.
هذه الحلوة ديالنا بعد ما خرجتها من الفريغو تقريبا خذت واحد 6 حتى 8 ديال السوايع، وزوقتها بشوية ديال الفويتينغ، وكل وحدة تزوقها باللي عندها، او دير شي كلاصاج ديال الشكلاط ولا اللي كان. المهم كنتمنى ان الفكرة ديال الحلوة اليوم تكون عجبتكم. ما تنساوش ديروا لي لايك وتبارطاجيو الفيديو اللي عجبكم، وشكرا لكم بزاف.